في بعض البلدان لا عندهم عادة جيدة، بس يروحوا على المسجد أو على المجلس أو على مجلس دعاء أو مجلس عزاء أو مشاكل بياخذوا أولادهم معاهم. نحن عنا بلبنان هلأ بعد هاي العادة ما تغيرت كتير، أنه ليه جيب أولادك معك على المسجد. بتذكر أنا بالأربعين خمسين سنة لما كانوا الشباب قلال بالمساجد، كان كبار السن يزعبوا الأولاد، يعني إذا جاي ولد بده يصلي المسجد يزعبوه، قال شو بنجس من قالك بنجس المسجد؟ خلص عقلية قديمة. لكن الصح نجيب الأولاد على المسجد مشان يألفوا هذا الجو، يألفوا هذا المناخ. أصل الحضور في المسجد حتى لو ما صلوا، حتى لو وقفوا تفرجوا على المصلين، هذا بيترك آثار نفسية ومعنوية وروحية. الحضور في فضاء المسجد له آثار تكوينية نفسية قطعا، ولذلك البقاء في المسجد عبادة حتى لو ما عمل شيء. القعدة بالمسجد وإله هذا النفس، إله هذا الروح. الصلاة في المسجد بتختلف عن الصلاة في البيت، تلاوة القرآن في المسجد تختلف عن تلاوة في البيت. لذلك الحسن والحسين عليهما السلام عاشوا بالمسجد، هن كانوا فتية صغار، وكان النبي هو عم بيصلي جماعة يطلعوا على ظهره، وبس يقوم من السجود يقعدوا له على فخاده، ولما يسجد ويطلعوا على ظهره يطول السجود حتى ما يزعجون وما يأذيهم. ما هذا كله تربية. النبي من خلال العمل، من خلال السلوك، من خلال الممارسة عم بيعلم أصحابه وعم بيعلم أجيال المسلمين إلى قيام الساعة قيمة الأولاد، قيمة الأحفاد، كيف التعاطي معهم وكيف تربيتهم.